يا هنيه هنيه، الله، راحت فين الست دي يا هنيه؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا قمر؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. ازيك يا ديتا؟ ازيك يا روح ديتا؟ انت فين؟ وحشتيني قوي. ازيك يا هدى؟ ما فين اشرف؟ اجدع سلام على طول السلام لاجدع ام عروسه في الدنيا، واجدع سلام لاجمل واجدع ضابط في الدنيا. استنى ما نشوف طنط هتاخد بالها ولا لا. اخد بالي من ايه؟ يعني مش شايفه اي حاجه متغيره خالص؟ في ايه يا اشرف؟ مش شايفه حاجه. ركزي يا ماما شويه، ركزي شويه ارجوك. يا حبيبي يا اشرف، رقوق وبقى اصغر رائد في سجون مصر كلها. الف 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 مبروك يا رب، كده عبال ما اشوفك لو قد الدنيا دي كلها. الله يبارك فيك يا ماما، في حياتك ان شاء الله. قولي لي فين العروسه؟ بتجهز نفسها عشان كوافرها على وصول دلوقتي. عمر ايه رايك نطلع نشوف طنط نوره بتعمل ايه؟ استني يا ماما، ايه ده؟ فين الرز اللبن بتاعي؟ حالا يا حبيب قلبي، يكون عندك يا عليا. انت تؤمر؟ انت يا جدع مش هتبطل فجح؟ اصبر شويه ناخد نفسنا وبعدين هناكل رز بلبن، ما تقلقش. ايه يا اشرف، سيبه بالهنا والشفا يا اخي. ما تخلينيش اقول لتيتا اللي انت اكلت الرز اللبن بتاعي. شيل ابنك، فضحك، مش هتعرف تتكلم. يلا يلا يا عمر نطلع نشوف نوره. يلا كده كده برضو يا اشرف، مش هتبطل الحركات بتاعتك دي، تاكل الرز بتاع عمر. يا ماما كانوا الواحد يا ماما، انت بتصدقي برضو الواد الفضحي ده؟ يا مرحب يا مرحب بسياده الرائد اللي مشرفنا ورافع راس عيله ليل في السما دايما. عيله ليل مرفوعه باسمك دايما يا حاج. انت عرفت امتى يا حاج؟ ده انا لسه عارفه حالا. لا معلش بقى، انا جالي الخبر طازه بالتليفون من سياده الرائد شخصيا. بس انا جيت لك برضه يا ماما وقلت اعملها لك مفاجاه واقول لك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي ويعلي مراتبك كمان وكمان. بعد ما هو طول عمرك ابنك اللي متربي في حجرك جالك بنفسه عملها لك مفاجاه، انما انا حيالله كلمني في التليفون. ما يا حاج ما تاخدنيش في دوكه، ما انت برضه عرفت الاول وبعدين ده ليه حساب تاني. ماشي احسب براحتك. هي يا دوب حته عربيه صغيره موديل السنه بدل عربيه اللي كحكحت دي. بس كده غالي والطلب رخيص، عينيا الاثنين. اختار العربية اللي تناسبك وانا رقبتي سداد. عندنا كم اشرف يا ولد؟ ربنا ما يحرمنا منك يا حاج. تسلم ايديك يا حاجة حلوة يا مقطقطة انت. يكرم اصلك يا حاج، احنا خلاص بقى كبرنا على الحاجات دي وبقينا جدود يا راجل. فاشر اوعى اسمعك تقولي كلام زي ده ابدا. طب ايه رايك بقى احنا بعد ما نجوز البنت ونطمن عليها هاخدك واسافر شهر عسل في اوروبا. نفسي اشوفك بتتكلم انجليزي يا حاج. ايه اتكلم انجليزي واوروبا مره واحده؟ لا يا اخويا، انا كفايه عليا العمره بتاعت كل سنه دي عندي بالدنيا كلها. انا يا حاج عاوز ابسطك. ربنا يخليك، انا انبساطي كله انك انت تبقى سعيد ومبسوط. ربنا يخليك لينا يا رب. ويخليكي ليا يا حاجه حبيبتي. يا قمر بقولك ايه، ما تيجي نتاخر شويه عن الفرح.